إسرائيل تعلن الموافقة على السماح بمرور المساعدات إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم. بريطانيا وعدة دول أخرى تدعو إسرائيل للتصدي لعنف المستوطنين في الضفة الغربية. الحوثيون يواصلون هجماتهم على السفن التجارية بالبحر الأحمر وسط دعوات لحماية الملاحة البحرية. جماعة حزب الله اللبناني تستهدف من الأراضي السورية بقصف صاروخي منطقة الجولان المحتل. قتلى وجرحى برصاص الجندرمة التركية بريف راس العين سريكانية المحتلة شمال شرق سوريا. تدخل النظام التركي في القطاع التعليمي بالبلاد يثير جدلاً في الشارع التركي. روسيا تعتبر انضمام أوكرانيا ومولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي مسيس ويهدد استقرار التكتل.